لكن انت كنت فعلا عندك شغل، انت عندك عن شغله وقلقان منه. انت قلقت من المدينه، من الحزب والدنيا. الحزب فعلا السياسه قلقت خلاص يعني. بس كان ورقك عندهم. وحصل بقى قلت الراجل يعني بتاع المالها ده، قلت له اديني يومين ثلاثه بس عشان نخلص، انا شغال في حته بعيده وبتاع. قال لي ماله حاجه زي كده، والمره يعني تحفظ كده كم اغنيه العدويه وبتاع. قلت له انا عدويه ماليش، انا اصلا ماليش في عدويه والحاجات دي. قال حاجة اديك شريط وبتاع احفظ منه، ان الناس بتحب عدويه وفريد، وانت غني فريد وجميل وعدويه المره. ماشي، خدت معايا الشريط يعني، ورحت تاني يوم سافرت حكايه وروايه. كان بقى كان السبت بعد كده، رحت على الشغل قلت له انا والدتي وبتاع حاجه كده عندي ظروف، وقالوا انت لسه بقالك كتير عشان تاخد اجازات يعني تسافر بره. قلت له طب نقدم استقاله طب ازاي وبتاع، معلش لازم اسافر. وامتى تسافر؟ قلت له النهارده لازم امشي، انا خايف بقى بالليل حد بتوع الحزب ولا بتاع يعلموا ان انا عايز امشي ولا حاجه، انا عايز اهرب يعني. وحصل فعلا انه قعدت لغايه ما عملت قرار الاستقاله، وزعلانين قوي. طب يعني ما انت قاعد في سينا وبتاع، وكان ناس بس اتعرف عليها هناك كتير يعزموني، وعلى اهالي ناس تعزمني حقيقه يعني، وفي ناس جابوا لي سكن اوضه كده بمنافعها في فيلا يعني اساس نستقيم ونقعد. فمشيت وانا على فص سنين عيني، بس كنت خلاص انا حريتي راحت من بلدي وقلقت منهم. بس تقول لك برضو في نفس الفتره دي انا قاعد فيها، لقيت نفسي برضو بتعزم من اصل الثقافه اللي هناك، ان ابقى عضو تحكيم في ندوه بتناقش كتاب معين، اعتبرني من المثقفين، انا من المثقفين. لقيت في المدينه اللي انت كنت فيها يعني من ضمن الحاجات دي يعني، ما بقيت انا نجم وعلامه برضه، وانا ماليش في الحاجات دي. وقعدت فوق على النصب انا واثنين ثلاثه، واتقالت الروايه وحد كان بيتكلم فيها وبتاع، وانا انا الناس من المثقفين. انا ليا قيمه هناك، بس المرتب برضه ما كانش كبير يعني، لان بشتغل يعني في شركه حكوميه لما اكون عراقي. الفرق هنا الفرق في التزوير اللي عملته، اللي باخدت السنوات اللي كانوا سنتين او ثلاثه مش فاكر، ثلاثه اللي ورقه شهاده الخبره ده الفرق. المرتب ما كانش كبير، بس البلد رخيصه وتقريبا عايش شيء ببلاش معزوم على طول، لكن ما تجيبش حصيله. وفي نفس الوقت اصلا كده كده هرجع على اكمل دراستي لسه لي سنتين، السنه الثالثه هرجع على مره. فمشيت مشيت وخدت الاستقالة بتاعتي، وخدت اسم المدينة اللي انت كنت ساكن فيها اسمها الكويت. الكويت معروفة الكويت. ما هي يعني الكويت تصغيرها قريب من الكويت. كويت. وبعد كده رحت بغداد في الجزء بتاع الصفا. رجعت تاني بقى اقمت بقى هناك. انا ليا فندق قاعد فيه على طول، راجل صاحبي حبيني قوي وما ادفعش كل يوم، ده الفندق طول فين وفين يعني، واصحابه فرحان ان انا مصري يعني مجرد يعني. ويجي ناس ياخدوا هدومي يكوها لي ويغسلوها يكوها، انا عايش مرتاح قوي. ناس فورة كان قميص مش عبي بشيء والتاني بريزة والبنطلون بريزة ويكوها لي ويجيبوا بس شعبي كبري طول النار فاضي منايم براحتي، اروح بالليل اعمل النمرة بتاعتي في الفندق. بقيت احفظ اغنيتين للولا عدوية، هي عجبتني اغنية ايه كله على كله. وليه أغاني والله كان جميلة يعني. اللي نفع كله على كله أغنية تانية مش فاكرة والله، لكن أنا جوايا رافضه أساسا. أنا جوايا مثقف. مين كان دلوقتي بقى كلاسيكيات، بس مين كان رمز لل العرب كلهم يعني. والعرب كلهم الخلاعة والحاجات دي تمام. فكنت بأدي إيه نمرتين، نمرة بغني فيها عدوية ونمرة بغني فيها فريد مع الرقاصة، بس الرقاصة مش مصرية. وفلوسها كانت كويسة الموضوع ده؟ يعني تقريبا باخد في اليوم في الليله قد مثلا 30 شهر. بغداد ناس فاكرينها ممكن كانت اكبر مدينه في العصر العباسي في الشرق، بس على اساس ان دايما المشهور المدن في الغرب، لكن الحقيقه ان بغداد تاريخيا كانت اكبر مدينه في العالم كله، كل الكره الارضيه في ايام العصر العباسي. موقعها كمان خطير يعني، لان الدوله العباسيه كانت فعلا اقوى واهم بلد في العالم كله في الايام، زي امريكا دلوقتي يعني. وهي اول مش عمل الحي دايره كبيره قوي. ايوه بقت توسع هي كانت فعلا دايره كده خطيره.
انت حياتك في بغداد هل كانت جميله، هل ممتعه، هل بسيطه ولذيذه هاديه؟ ناس طيبين جدا وناس يعني فيهم فطره كده طيبه يعني مسالمين قوي يعني، ما حدش يجر شكلك، ما حدش يرمي عليك الهلب كده عايز يزهقك او لا لا خالص. ده برغم انها يعني عاصمه كبيره ومهمه، لا الناس مش فيها جريمه مثلا كتير ماشي في خوف رعب يعني، ممكن ماشي في الشارع يطلع لك واحد يقول لك معاك ايه الشنطه دي، اتاري ده تبع الحزب وبتاع، الناس ماشيه مرعوبه. وفي هناك معتقلات يعني اللي اتمسك وبتاع يرموه في مقيطنا عبيط يا مجنون، تلاقي مثلا واحد قاعد اهبل وكده عبيط يقول لك ده كان اصلا ده كان رتبه كبيره في الجيش ودخل معتقل على على حدود سوريا، كان زمان يهددوا الناس حتى اسمها عكاشات على حدود سوريا. في معتقلات هناك بقى او معتقل ضخم جدا، يطلع من البتاع عبيط او مجنون وبتاع لا لا العراق كان فيها رعب، وده كله ماشي مؤدب على كده. كان نسبه الجريمه كان منخفضه؟ مفيش 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 عراك اصلا خالص، والبوليس كان ضخم كده وحاجه اللي عاكس واحد في الشارع ولا حاجه، بس مجرد تقطع صوته البوليس يجي بوليس النجده يرزعوا له علقه في نفس المكان ويروحوا رامينه في العربيه ويجروا بيه، مشكلة يعني كله مؤدب. لكن دي الجرائم المباشره مثلا الحاجات العنف او كده، لكن ماذا عن الفساد مثلا؟ الفساد ده ما كانش معروف لان هو الحزب مع بعضيه كده ممكن يكون فاسد جواه لكن كان معروف ان صدام حسين يعني كان نزيه الى حد كبير وعينيه كتير مفتحه في كل حته فكان برضه كان في لا ما تعرفش في فساد، لا الفساد ظهر بعدين يعني. الجريمه سواء على مستوى فردي او مستوى مؤسسي كانت منخفضه جدا؟ لا ما كانش فيه تعتبر جريمة، هو المصريين بعد كده بيروحوا يعملوا مشاكل يعني. كانك بتوصف جنة يعني، تعتبر جنة كان فلوسها كتير البترول وكده والناس طالعة كده وشهادات ضخمة جدا واستثمارات جميلة وما فيش حد عنده بطالة وكل واحد حاله، أكل رخيص جدا، الدينار ما كانش يخلص، وده أبو مرة أشعر بحاجة زي كده، الدينار اللي هو كان يوازي جنيه مثلا عندنا لو قلت له 100 قرش هو 100 فلس ما يخلصش. ولذلك لما رجعت اجيب لك كلام، لما رجعت انا قدمت استقالتي بقى من الشغل اللي كنت فيه حتى اللي اسمها كوت محافظه، ورحت نزلت بقى بغداد تاني عشان استقر وكده واشتغل في الكباريه. فتاني يوم نزلت اشتريت بدله وجزمه وجرافات وبتاع وحاجات هجس، فبدات مشواري في الكباريه مطرب بستايل بدله مش بنطلون عادي. طب ده هل ده لارتفاع قيمة الدينار نفسه ولا لرخص الأسعار؟ الدينار كان باتنين باتنين دولار لكن هو يقول لك لو انت نازل من عراق ماشي صحبتك يا دوبك 10 دولار 10 دينار خد دولار زي ما انت عايز، لكن محتفظين بالدينار عمر صعب جدا، اللي زي مثلا كان الكويت فيها دينار برضه الكويت نفس الحكاية عملة خطيرة جدا ما بيخلص يعني عكس دلوقتي، دلوقتي اطلع بالجنيه براحتك لكن الدولارات لا صعب لكن هناك كان اياميها كان تطلع بدولارات زمان عايز دينار 10 10 دينار ده مبلغ قليل. ما بقول لك كنا زمان احنا كمصريين كنا نكلفت وناخد دولار دنانير زياده مش بقى دولارات لا دنانير ونيجي هنا ايه نصرفها يعني كانت بتتصرف في مصر عمله صعبه عملة صعبة 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 مش مضطر انك تيجي مصر بدولارات مثلا لا خالص خالص كنا نجي احسن لي الدينار بيبقى فيه فرق ناخد زيادة هنا كان بيبقى احسن لي وفي جيبك يعني ما هو مش هيفتشك الناس بيكسبوا زناتك يقول لك معك شنو معك قول له معيش حاجة معيش شنطة صغيرة قد كده وفيها بسبور ورا وكان برضه ايه دنانير اعمل له كده يقول له خلاص 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 أهلا. انت من كلامك انك بغض النظر عن موضوع ان هم ما بيحفظوش سر، انت من كلامك يبدو انك حبيتهم دايما تذكر ان هم جنتلمان وان هم طيبين قوي وغلابه وفنانين وقلبهم على لسانهم خالص وبعدين عندهم العاطفه عاليه جدا واديك برضو ناس مش عارفه احسن شعب رسام في الدول العربيه رسامين رسامين فيهم ناس يعتبروا عالميين بيعملوا لا فظاع سبحان الله مش مصري مثلا لا 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 ورسم مش تماثيل لا رسم رسم التشكيلي هي موهبه ما اعرفش كده واندهشت حتى يعني معنى كده انهم بيحترموا الموضوع ده يعني في مصر في ناس كتير بيرسموا بس ما حدش بيحترمهم يقول لك ده الرسم الرسام ما يتكلش عليه ده بيحترم الفن ده يعني شعب بيشجعه شعب راقي مش انطقي مش انطقي ممكن واحد جاهل ممكن بس بيكلمك في السياسه فده يقدره يعني
مش حته الاونطه او المكابره. أي. لا خالص يعني بيتعامل معاك ان انا بسيط لكن بيفهم. أي. وفاهم ما بيقولكش لكن يفتن عليك. يعني هو ما يقولكش لكن ممكن يقولك يفتن. طبعا هو ثقافتهم كده. ده عيبهم الوحيد. لكن هم عموما يعني بيجنحوا للسلم بشكل او باخر. المصريين بعد كده لما كانوا يروحوا المصريين لما قتلوا هناك كانوا يتعاركوا في هناك في شارع عمس عري يكسروا الدنيا ويجروا على السينما. السينما كانت بعشر صيغ مش محتاجه. يروح داخل السينما يجي البوليس فكل قاعد في السينما يلاقي ايه هم فاعلين عالقين علقه في الشارع وجهتهم. ولمين بقى كان شويه صيع بيجوا لمت يا حكايه. لكن احنا الحمد لله انا رحت في الجيل الاولاني في اول اطفال بعد كده شفت بقى البلاوي لما رحت سافرت بعد كذا سنه. لكن في الفتره اطفال انا كنت يعني حاسس بامتياز ميزه وارتضيت اللي عيش هناك. بس جواها العام الحر ده وفي نفس الوقت دوله بوليسيه. واللي ازعجني طبعا كنت قاعد انا بشتغل لقيت نفسي ايه مستقطب للحزب وبيضغط عليا عشان انا في الحزب. عمليه خطيره جدا. وعرفت بعد كده ان في عيون امن الدوله جوه ولا لا. وهحكي لك امن الدوله المصري؟ وهحكي لك بعد كده. صديق اللي هو الصدوق. بعد كده جالي مره إيه الحقنا عسل ايه خير عن الدوله استدعوني وبعدين وروني صوري وانا في العراق هناك. طول الناس دي انا عارفها وقال لي فلان وفلان اتاري الناس دي ناس هناك من تبع عمل الدوله. وقاعدين هناك بيشتغلوا عمال وكل حاجه. وانا فكرت الموضوع عموما يعني انا كان ليا ناس هناك كنت اعرف وكيل الجهاز هنا. ورحت توسطت وراجل بيضحك يعني. لكن هو لما جاء من العراق تحكي لي يعني في المطار مسكوه ما روحش ودوه سجن حاجه اسمها سجن الاجانب. بس ده مش بقى شغل المخابرات يعني امن الدوله غالبا بيبقوا امن الدوله على جوه. ده مش الحاجات الخارجيه مش بقى شغل مخابرات مش مستاهله. الواحد بتاع مخابرات عامه يستاهل. لا الناس عاديين يعني انا امن الدوله بروح بشتغل لحسابه اللي هي وظيفه ثانيه مش انا تبع امن الدوله. ما انا ده اللي قصدي عليه ان هم امن الدوله مش مدربين ان هم يشتغلوا في اماكن اجنبيه لكن بتاع مخابرات عنده الامكانيات يتدرب ان هو يسافر حاجات ثانيه. لكن هو كان في اوساط العمال. يعني هم انت قصدك مرشدين لامن الدوله مش ضباط امن الدوله. لا مرشدين عمال شغل عمال بس مرشد شغلته بيجي يقدم معاه واخده قرشين شغلته. فانا حتى لغيت الملف بتاع ده وقعدنا نضحك عليه واحنا قاعدين امام الدوله وكان في صوت ناس بتصوت شباب بيصوتوا بيتضربوا واحنا نضحك يعني هو قاعد كده حاسس ان عمل عامله لان هو عبيط لان هو اشاع ان هو حزب كبير. اشاع انه حزب كبير وعلى كده كان بيخوف العراقيين والعمليه بقت في مخه 100% بقى مبسوط يعني عمل عكس ما انت عملت. انت كنت مطلوب انك تبقى حزبي جاهل هو جاهل سواء ما هي دي النقطه ان هو مش فاهم الخطوره اللي بيعملها خطره جدا. وبقى شعب والعرين كانوا بيخافوا منه. كانوا بيخافوا منه. عشان يبلغ عنه انه كان بيسوق لمدير مستشفى ده راجل جاهل برضه. بس كادر حزبي في البعث. فانطلق بقى من المعايا دي يعني. انت في رحت واشتغلت في المزيكا كنت سمعنا كده انك انت ما كنتش باسمك الحقيقي وحيد جلال او جلال او جلال وحيد يعني وحيد اشمعنى وحيد عشان كنت بغني فريد يعني. فجاي كده انا حتى مش فاكر وحيد يعني هم اللي اختاروني. لذلك انا ما اخترتش الاسم. وحطوا لي برضو صورتي كده مع الفنانين. على باب الجباريه منتزه الشرف منتزه راقيه الحين يعني. هل ده كان يعتبر في عرفهم او في ثقافتهم مهنه وضيعه ولا فنيه عاديه؟ لا هم فنانين شعبي ده فنان. بقول لك حساس وفنان يعني لما يقول مثلا واحد بيغني في كباريهات ممكن تقول ده اي لا كلام. لا 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 لا, لا, لا بيحصل ايه انه عايز يبقى صاحبك. يعني عايز يبقى صاحبك. الحاجه اللي لقيتها غريبه في العراق انك لما تمشي في الشارع تلاقي مطرب بتشوف في التلفزيون ومعروف اسمه وتمشي في الشارع عادي. وانا اسلم عليه وبعدين فهمت بعد كده ان مش عندنا مطرب او فنان يبقى كده وتشنج. لا لا ده عادي. ليه بقى اتاري بياخد بيسجل في الاذاعه بياخد ايه مبلغ. ده شغل صادم حسين. لكن ليه وظيفه ثانيه مفيش حاجه اسمها مطرب وفنان وخلاص وقعد في بيتهم. لا يا حبيبي انت ليك وظيفه ودي هوايه
وبتاخد مقابلها حاجه بسيطه. طب ده شيء غريب ان هم بيشجعوا الفن ومع ذلك ما فيش حاجه اسمها ممتهن الفن. ما فيش مش ممتهن ما بيبقاش اعلى. اه يبقى عادي جدا انسان عادي انت اه فنان 100 100 بتمارس وبتاخد حسنتك. ما عندهمش عربيات وفيلل وكده يعني. لا ما عندهمش الحاجات دي. لا 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 لا, لا خالص يعني. الا اذا بقى اذا كان مثلا مورث او بتاعه عنده في ناس اغنياء في مكان. لكن الفن نفسه ما ياكلش عيش لدرجه. لا لا, لا لا الفنانين هناك تعبانين يعني. بس غاويين بقى تلاقي مغنياتيه وانا غنيت عراقي يعني. غنيت باللهجه العراقيه وانا مش فاهم صح. كيف عايز مساعدون جابر وجبت الشريط من شريطه وحوصله اغاني كانت معروفه بسمعها انا وعجباني يعني. فقالوا لي تغني ماشي قبلهم من ثلاثه ماشي من مقدمه لا يعني لا تناطرت هذا جوا على البعيد خليك خليك انا خليك يعني خليك لو في انسه بتتحط سكاب لا انت لا انت حبيب ونحب ولا انت عدو عديك عيني 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 لا تعاشري البذات والمال تالي ما تعاشرش اللي مالوش تاني انت حافظ لسه الحياة. مثل اللي من الماء يشفى خالي اعيني اللي من الماء في ايده عايز يشرب يتنزل تعتمد على مين فكلام جميل عارف جميل وباللهجه بتاعتهم دي كنت انا غني برضو بس الاساس فريد وعدويه عشان رقص يعني بقى فيه شغل فصدروا لي رقصتين واحده عراقيه جوزها مصري بيشتغل برضو في البتاع بيشتغل هو ساحر سامي نفسه بنفسير انور او انتاج بتاع الشجابيه كده وهي تعبانه شكلها صعيدي شويه يعني. والثانيه سوريه كبيره شويه بس ايه بياضه بتاعه بتطلع ضرب البروكه بالجن العراقيين ثلاث ارباع دبي وكبري عشانها وهي عجوزه انا عارفها بتغير قدامه وبتاعه وبتشرب خمره وصوتها انا ساعات كنت خاف منها لما تعصب بس بقى لما تغني من العلاطه مره كنت هي كانت بتغني؟ لا لما انا بغني لما انت بتغني هي كانت بتعرف الرقص بنعرف الرقص بقى ايوه فكان الشغل الاساسي مع العراقيه دي ايوه ففي يوم من الايام وانا بغني العدويه وانا مش في دماغي كنت غنيت له اغنيه كذا مره اسمها كله على كله دي حاسه غريبه حلوه الاغنيه وانا بغني في تاني كوبليه الكلام راح بح ندي بيضه ابيض وهي قاعده ترقص ايوه وتلف وتبرم والعرق بقى نازل منها وتشر وتقول وتشتي يا خجاح يعني بيني وبينها بقى تشتم جامد يعني شنو هذا هتموت وانا عمال ادي بلايلي هو عشان افتكر هو بص الفرقه الطبال مصري اي هرشني الباقيين هبل يعني عراقيين على السوريين صايع فقال لي امين قلت له بلبل ناقص وانا فاهم شو اقول العوالم بقى راح ادخل لي قول له خدت منه قول له مين احنا معلي خدتها ومشيت طلع النمره بقى قاعد تشتم وبتاع رحت شتمها وشتمها بنت كلبي على ابو امك الراجل بقى المصري قفلوا الحكايه دي خلوا صدروا لي ايه الشاميه دي يعني لك شتمتك دي العراقيه؟ عراقيه صدروا لي بقى الشاميه جابت لي شهره اكتر ما كنا عايز صاحبني عشان ايه؟ الشاميه بيعتبروها هم هبل يعني هم طيبين يعتبروا دي الرفيقه بتاعتي لغايه لما جت الست الشاميه دي في يوم من الايام كده الظهريه انا قاعد في الفندق مريح كده الظهريه ما بيش عبد استاذ عبد في ايه؟ قال له في ناس عايزينك في ايه خير؟ نزلت ريت البوليه دي قاعده في الفندق تحت وعاملين لها حفله مليون شاي ومليون ازوزه بتاع بنعرفها برضه فانا فوجئت بيها قلت في حاجه كمان خير يا سيدي بس انا جاي اسمك على السمك يا اخي انا عايزين مش مسمع غير بالليل مش مسمع حاجه الواحد يعني مكسوف ولا جيت ليه بقى بس في السكه كنا ضحكنا خلصنا ورحنا بتاع من بره بره رحنا عملنا نمرتنا تاني يوم لقيت الفندق والفندق اللي جنبه والقهوه اللي بعديها كلهم صحابي كله جاي وصحابي بيصاحبوني علشان انا ايه انا سكه بقى حاجه بس حاجه مدهشه
اه اللي شوف بردك اللي اللي بيشتغل مع ستات حلوين في سينما في فن في بتاع بيشوف من ورا الكواليس بيشوفها من غير مكياج بيشوفها بقى واحده ست عاديه هم اذا كان اول ما عندها اسره ولا حاجه هبل في غير هبل واحد جاي يقول لي اتونس مع تحيك الركب كام يعني اتونس يعني عايز يسهر معاها بكام مش جد يعني ندفع مش جد طب نتزوج فاطمه شاكر مين فاطمه شاكر اتاري شاديه هم حافظين اسمها الاصلي مش حافظوا بس في السبعينات كانوا كبار برضك يعني كبار يعني هو شاف افلام قديمه ومريح عليها بقى كل امر في الحياه انه يتجوز شاديه او يتونس مع تحيه كاريوكا قول له العوجيز يا عم شنو هذا انت ما تتكلم على شيء ما فيش عكسه لان هناك ما عرفش عكس يمد ايده ولو اتمسك بقى يعني ماشي في الشارع سوق تسمع طخ اتري مد ايده على واحده على ظهرها يعني بتاعتي كده ما عرفش عكسه تروح متدوره ايه عشان طالع قلم ومش عايزه فضايح تمشي بعد كده هو برضو ياخد بعد اللي خد باله خد باله وهو خد قفه وخد لخلف دور وخلع بس ده مدهش لان انا اعرف برضكم بيحبوا الشعر بيحبوا الفن بيحبوا الافلام يعني ومع ذلك ما يعرفوش يغزلوا المراه بشكل لا 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 ما عرفوش لطيف يعني حتى ما خدهاش من الافلام يعني ما عرفوش بقول لك لما بنت في محل بتاع الشرايط وانا مصري وقالت لي انت شبه يوسف اخر الدين ولمت على الدنيا انت ما قلتش الموضوع ده ايه الموضوع بتاع يوسف انا كنت رايح اجيب شرايط وعبي شرايط عشان اغاني عدويه وسعدون جابر اللي هو المطرب العراقي وكده فدي محل بتاع شرايط هنا ما كانش لسه نعرف نعبي ما نعرفش حاجات فانا اسالوني رحت شافتني وراحت مش عارضه فخر الدين يوسف فخر الدين ها شنو هذا يمشي يوسف فخر الدين قاعد لمت على الدنيا